سين سؤال: نخالة القمح تنفع للإمساك أو لا؟ هذا السؤال يوصلني كثيراً من ناس عندهم إمساك الله يعزكم، وعلى أساس أنهم يحاولون يزيدون مصادر الألياف في روتينهم اليومي، فيأخذون نخالة قمح اللي هي تلاقونها موجودة في كثير من حبوب الإفطار كمثال، ولا حتى نخالة قمح تنباع على أساس أنها تسهل الخروج الله يعزكم وتساعد الإمساك. ولكن في مشكلة يعني يمكن هي شكليا صغيرة ولكن في الواقع هي كبيرة. نخالة القمح لما تدخل الجسم وتمر في الأمعاء، القولون والأمعاء، كأنها نشارة خشب، فكأنها رمل، فلما تمر على غشاء لطيف رقيق حساس تسبب فيه حساسية زيادة، فتمر عليه وتخليه يتحسس زيادة، فتكون فيه ممكن جروح بسيطة أو التهابات بسيطة أو احمرار احنا ما نشوفه وما نحس فيه. ففي الواقع هي هل تساعد الإمساك؟ نعم، لأن هي ألياف وممكن أن هي تساعد الجسم أو تساعد في مرور الأكل عن طريق الأمعاء والقولون، ولكن تأثيرها على المدى الطويل يجرح، لأن غشاء الأمعاء والقولون جدا رقيق. فيفضل أن ناخذ ألياف من مصادر طبيعية أحسن، يعني السلطات، الخضروات، الفواكه، لأن أليافها ما عندها هذه التأثير على الأمعاء، التأثير اللي شوي قوي على الأمعاء اللي كأنه رمل أو كأنه نشارة خشب. فبتشوفون أنه في الدعايات، في الإعلانات، المنتجات التجارية بتروج لهذا النوع اللي هو على أساس أنه نخالة قمح تساعد، تباع كحبوب إفطار وانت تحط فيها حليب وتشربها وخلاص، ولكن لا يغركم شكلها لأن تأثيرها على الأمعاء أصعب ومع الوقت تسبب حساسية أكثر. فأنت يمكن تأخذها عشان تحل مشكلة ولكن أنت في الواقع قاعد تسبب مشكلة جديدة. فأنصح بالخيارات الأرق، حتى ممكن أن تحطون هذه الخضروات والفواكه في الخلاطة وتسوونها سموذي، تصير كأنها عصير تشربونها الصبح، فتكون هي الخضار والفواكه كاملة مثل ما هي، تحصل منها الألياف. ولكن أيضا تذكروا أن إذا بتأخذون ألياف في جسمكم بشكل يومي لازم أيضا تزيدون الماء أو السوائل في الجسم، لأن هذه الألياف لما تدخل الجسم تتمدد، فإذا الجسم مو عارف شنو يسوي فيها ممكن أن تسبب غازات وتسبب مشاكل إضافية في الجسم. وتشوفوا أنا سويت حلقة أخرى أيضا عن الإمساك وأسباب الإمساك عشان نفهم الإمساك أكثر، لأن الإمساك مو بس ألياف وخلاص. فهذا هو الجواب. إذا عجبتكم الحلقة حطوا لها لايك واشتركوا في القناة رجاء، عشان إذا حطيتوا لايك وإذا اشتركتوا في القناة تنتشر الفيديوهات أكثر. شكرا للمشاهدة.